حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى هل سمعت اختبار المرنم الجميل الرقيق الحلو هاني بلدي؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. اهلا وسهلا بك يا اخويا هاني. هلا بيك حبيبي. يعني بجد سعداء جدا بوجودك معانا في هذه الحلقة. ربي يخليك. يعني في البداية طبعا ممكن تعرف المشاهدين يعني الأسرة تتكون من أسماء الولاد. أمين. أنا اسمي هاني بلدي، سوري الأصل، لبناني المنشأ، ومتزوج، ومدامتي اسمها جاكلين، وعندي 3 أولاد، الكبير إلياس والبنت جوي وميشائيل الصغيرة. الرب يبارككم ويحافظ على هذا البيت الجميل. شكرا. وينطبق على أسرتكم فعلا صوت ترنم وهتاف من خيام الصديقين. أنت تخدم الرب وتؤلف وتلحن ترانيم جميلة جدا يا أخويا هاني، بدون مجاملة تقدر تقول لنا إزاي بدأت حياتك الحقيقية مع المسيح؟ أمين. هو أنا نحن بالأساس من سوريا الأصل، لكن مثل ما قلت يعني لبناني المنشأ. يعني فتحت عيوني بلبنان وعاصرت الحرب اللبنانية، ومن بدايتي يعني وأنا طفل بشوف الجسس والقنابل والحرب والأموات وهالأمور كلها، فهالأشياء كانت تطرح دائما علامات استفهام بحياتي يعني. لكن بحكم أنه أنا الطفل يمكن هالأشياء ما بأخذها بعين الاعتبار يعني، أو بأخذها بشكل جدي. لكن كبرنا، بتعرف شاب صغير بيصحى وبلد كلها حرب ودمار وأوجاع كثيرة، فشاب بيربى بالأحداث لابد أنه يتعرض لشتى أنواع الخراب في داخله في نفسيته في طبيعته. فكانت يعني للأسف الشديد أنه أول مرة تعطيت المخدرات وأنا عندي 16 سنة. مخدرات؟ طبعا. حشيش؟ الحشيش وبعدين على الحبوب، لكن بقيت صامت يعني. كحوليات؟ الكحوليات يعني كانوا من الأشياء اللي بتزين البشاعة يعني اللي جواتنا. بقيت 16 سنة تقريبا تعاطى المخدرات، وكان في عندي هدف بحياتي. يعني انت بديت تاخد مخدرات 16 سنة واستمريت 16 سنة؟ طبعا طبعا. نعم. من سنة 83 لحد 99. نعم. وبهالفترة هاي يعني وانا شاب صغير ابتديت، كان في عندي حلم انه اعمل فنان ومطرب وغني وإلى جميل آخره. خليك وبتعزف موسيقى. شكرا. ودرست موسيقى وبهالفترة كنت عم حاول يعني دق بواب كتير لحتى أوصل يعني. نعم. حلم ونجومية وشهرة وإلى آخره. نعم. من هالأمور هاي، لكن الأبواب كلها كانت تسكر يعني بصراحة قدامي، يعني رغم أنه كنت شوف يعني أنه في عندي المؤهلات على أنه أعمل شيء يعني بهالمجال، لكن الأبواب دائما كانت تسكر بوجهي. لا حد آخر يعني بآخر فترة بسنة 98 كانت قررت أنه أعمل أغنيتين لواحد من الرؤساء بالدول العربية. كانت الفكرة من هذا الشيء أنه الأغنية اللي بتخص الرئيس عندنا ببلدنا هتنتشر يعني حتنتشر وحتكون زي النشيد الوطني. صحيح. يوميا حتنعرض، وقلت هذا أكيد حيكون باب بالنسبة لألي يعني أنه الناس تعرفني. فحقيقة عملت كمان أغنيتين ورحت عرضتهم على التلفزيون والإذاعة يعني في هذه الدولة؟
في هذه الدولة. فالجواب كان إنه حنرد لك خبر بعد أسبوع، حنعرض الأغاني بتاعتك على لجنة مثلا، على لجنة المؤلفين والملحنين، وحنرد لك خبر. وأنا راجع تاني يوم من فترة الشهور، طبعا أنا كنت سامع يعني، كان في إخوة أوقات بيجوا بيزوروني بالكنيسة ويحكوا لي على الرب وعلى محبة الله وإلى آخره من هالأمور. لكن أنا كان في فكر بداخلي إنه لازم أعمل شيء بحياتي الفنية يعني، لأن هذا حلم عمري كان بالنسبة لي يعني. فأنا رجعت من هالبلد هذا، وتاني يوم كنت لازم أسافر على مدينة لبنان اسمها زحلة، وأنا كنت طالع من بيروت على زحلة، وبتعرف لبنان بلد جبلي يعني. وأنا رايح على منطقة زحلة يعني، تعرضت لحادث مريع يعني، كان قاتل بالنسبة لي يعني. وأنت كنت بتسوق السيارة؟ أنا كنت بسوق السيارة طبعا، ونجيت من الموت بطريقة يعني. انقلبت العربية؟ هي ما انقلبتش العربية، لكن شفت أنا يد الله في الحادث، معجزة يعني. فعلا يعني، فهذا الشيء اللي صار معي يعني، هالحادث الكبير طرح أسئلة كتير كبيرة جواتي، أنه طيب أنا ممكن كنت موت من خلال هالحادث، ولو مت في هداك الحادث مصيري شو كان حتكون؟ بدأت تفكر في الأبدية. ابتديت أفكر بهذا الشيء بشكل جدي. من بعد ما صار الحادث معي، تاني يوم بالذات رحت لعند مجموعة من الإخوة، قلت لهم أنا حابب زور الكنيسة معكم. وفعلا رحت وزرت الكنيسة، والكنيسة بقيت زورة تقريبا لمدة 3 شهور، لكن ما فيش أي تغيير جواتي. ما بيحضر يعني، تحضر الكنيسة أحد صباحا؟ بحضر كل أسبوع تقريبا، لكن أنا حاسس نفسي أنه أنا مرتاح، ويعني في أشياء جواتي يمكن، لكن مش هو التغيير اللي أنا يعني يمكن كنت مستناه أو بنتظره لحتى يغير يعمل تغيير. نعم. يعني جذري في حياتي خلينا نقول. لكن يوم من الأيام وأنا رحت على الكنيسة، وبتذكر التاريخ بالضبط يعني، كان تاني يوم عيد الميلاد 26/12/1999، والخادم كان عم يخدم، وأنا أول ما فت على الكنيسة وابتدت فترة التسبيح والترديم، تعرف أجواء الروحية طبعا بالكنيسة، وأنا ابتديت أبكي وأنا مش عارف ليش عم ببكي حقيقة. تأثير جامد عليك يعني، تأثير. هلأ أنا صرت بعرف أنه استعمل هالمصطلح أنه روح الرب كان موجود في المكان. وقتها أنت مش عارف إيه اللي بيحصل، وقتها مش عارف، لا أكيد. وبقيت أبكي طول الوقت يعني، لحد بل ابتدى الخادم كمان يوعظ، وكان الكلام العنوان تبع الوعظة كان جدا يعني مؤثر جواتي، أنه الرب يعوضك عن كل السنين التي أكلها الجراد. يا سلام. فدي كان من سفر يعني كلمة من سفر يوئيل، عوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. صح. وأنا بقيت أبكي كل الوقت يعني، يوم العبادة وقت العبادة لمدة 1.5 ساعة تقريبا، وأنا مسكر يدي وعيني واستحي وعم بخجل أنه الناس تشوف هالدموع. أي صح، ليش عم يبكي هذا؟ فلحد آخر لحظات من فترة العبادة، القسيس بيوجه نداء المحبة، اللي حاسس أنه روح الرب عم بيكلمه، خلي يتقدم لقدام لحتى نحن نصليه. وأنا ركبي بهذاك الوقت ما كان بيساعدني لحتى أوقف وروح. كنت تحب بس ما قدرتش. يعني طبعا، وحاسس حالي أنه أنا حقيقة يعني مش موجود بالمكان هذا. فكانت أنه سلمت حياتي للرب، وقلت له أنا رح أنسى كل الماضي وكل شيء في حياتي، ورح سلمك حياتي يعني بالكامل. كنت متزوج وقتها؟ كنت متزوج طبعا. وهل بعد القصة دي حصل تغيير كامل في الحياة؟ في حياتي أنا طبعا أكيد تغيير كامل، خلاص المخدرات وال المخدرات أكيد، لأن أنا بخلال فترة 3 شهور اللي كنت عم تردد على الكنيسة فيها، كنت ما زلت أتعاطى بالمخدرات. لكن بعد اليوم ده لكن خلاص. بعد اليوم لغيت كل شيء، وكل شيء لغيته لأجل أنه أنا كرس حياتي للرب. هل تسمح لي أسألك إيه اللي حصل بالنسبة للأغنيتين اللي كنت بعتهم
لرئيس أحد الدول؟ ما هي بعد فترة أسبوعين بيردوا الخبر علي أنه الأغنيتين بتاعك انقبلوا، يا ريت تجي تزورنا لحتى ننفذهم ونسجلهم بالاستوديو وإلى آخره. يعني تفتح الباب بس أنت كنت قفلت الباب. أمين. دي كانت يا جميلة جميلة. لكن أنت رفضت تروح خلاص. أكيد طبعا. وبعدها أجتني عروضات والأشياء اللي أنا كنت يعني بتمنها. أنت عايز تقول للمشاهدين ممكن أنه مرات نشكر ربنا على الأبواب المغلقة، لأنه الأبواب المغلقة كانت بركة وحفظ ليك. أمين أمين طبعا. هو ترتيب الرب النهائي يعني. وأنا يعني اتفتحت الأبواب للفن العالمي بعد ما أنت كنت قبلت الرب فرفضت. صحيح هذا الشيء. كنت شايف إيدين الرب وترتيب الرب وخطة الله في حياتي يعني بالنهاية. الرب بيستخدمك يا أخونا هاني، والترانيم اللي ألفتها ولحنتها بجد رائعة. شكرا. وسبب بركة الكثيرين. عايزك تتعب في دقيقة أو دقيقتين توجه كلمة للمشاهدين، تقول إيه للشباب والشابات اللي بيسمعونا، ولا سيما فعلا في العالم العربي دلوقتي البرامج اللي بتختبر الفن برامج كتيرة، تلاقي مثلا محتاجين 100 بيتقدموا 10,000، تقول إيه للناس؟ يعني حابب وجه لهم دعوة محبة ورسالة محبة، ورسالة المحبة بتحمل بداخلها نعمة الله المخلصة، نعمة الله لكل نفس اللي ظهرت حقيقة يعني من خلال عمل الرب يسوع المسيح لكل نفس فيها البشرية. الرب يوجه لك الدعوة، لأن أنا جربت كل شيء من المخدرات للمتع على كل الأشياء اللي ممكن أي إنسان يعني خارج إطار الإيمان يشتهي أنه يجربها، لكن الكل باطل وقبض الريح، ما في شيء ممكن يشبع القلب والنفس والروح إلا محبة الله. فأنا بدعيك أنه تسلم حياتك للرب لحتى تعيش في أمان وسلام ومحبة، وحقيقة تكرس حياتك للرب بكل بساطة ووضوح وشفافية. أنا بنشكر رب جدا يا أخويا هاني، شكرا ليك على الوقت الجميل ده وعلى المقابلة دي، وأنا واثق أن ربنا هيستخدم هذه المقابلة فعلا. شكرا. لمجد الله دائما. أنا بشكركم من أجل هالفرصة هاي، والرب يبارككم ويزيدكم نعمة. شكرا جزيلا. أمين. أنا مشتاق لحبيبي تضمه يسوع الغالي الفداني بدمه، أنا مشتاق لحبيبي تضمه يسوع الغالي الفداني بدمه، وإخفى مثل طفل وإخفى مثل طفل بإيد أمه، تهنى بنومتي بحضن أهل الحبايب، طلت حبيبي أحلى من نور الشمس بعيوني بشوفه، أحلى من كل الناس أحلى من كل البشر، ما بيشبع عيوني نظر يسوع حبيبي أغلى من كل الناس، طلت حبيبي أحلى من نور الشمس بعيوني بشوفه، أحلى من كل الناس أحلى من كل البشر، ما بيشبع عيوني نظر يسوع حبيبي أغلى من كل الناس. أبيض بلون الشمس ولون الشمس من لونه، ولون عيونه نار ونور تضوي الكون بالزينه، أحمر أبيض بلون الشمس
عكس لون الشمس من لونه ولون عيونه نار ونور تضوي الكون وبتزينه شفاف وسوسن تقطر قطر عطر الندى أطيب من الخمر شفاف وسوسن تقطر قطر عطر الندى أطيب من الخمر يسو حبيبي أخلى من كل الناس طلت حبيبي أحلى من نور الشمس بعيوني بشوفه أحلى من كل الناس أحلى من كل البشر أبيشبع عيوني نظر يسو حبيبي أغلى من كل الناس على خدود زهور وطيب تودي رسايل وتجيب تبعت حب عطف وحنين تفوح عطور وياسمين على خدود زهور وطيب تودي رسايل وتجيب تبعت حب عطف وحنين تفوح عطور وياسمين تغلغل فيه وبغمر وغمر بالسحالي وايام العمر تغلغل فيه وبغمر وغمر بنسى حالي وايام العمر يسو حبيبي اغلى من كل الناس طلت حبيبي احلى من نور الشمس بعيوني بشوفه احلى من كل الناس احلى من كل البشر ما بيشبع عيوني نظر يسو حبيبي اغلى من كل الناس يسو حبيبي أحلى من كل الناس. بعد ما استمتعنا بهذه الترنيمة الرائعة طلت حبيبي ألفها ولحنها ورنمها لنا مرنمنا الحلو أخونا هاني بلدي اللي الرب ادانا هذا الاختبار الرائع معه. أحبائي المشاهدين عزيزي الشاب أخت الشابة وصل إليك وصل إليكي هذا الاختبار قال بالحرف الواحد جربت كل حاجة الحاجة اللي بيظنها أي شاب متعة اتقبلت فعلا أغاني اللي كانت هتكون أغاني إنجاز التعبير نشيد وطني في أحد الدول وقالوا له تعالى لكن هو كان شبع شبع بالرب والنفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو قال كلام جميل جدا قاله المسيح في إنجيل يوحنا وأصحاح 4 كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ماء المخدرات ماء الزنا ماء النجاسة ماء المحاولات النجاح الفني النجاح بركة من عند ربنا لكنه لوحده من غير العلاقة الحقيقية مع المسيح مش هيدي نجاح ودي مش الاختبار الأول أكيد سمعت اختبارات ناس تاني كتير عاشوا في العالم ونجحوا في العالم لكن ظل فراغ رهيب وهذا الفراغ الله قد خلقنا لذاته لهذا نفوسنا لن تجد راحتها إلا فالله أدعوك بعد هذا الاختبار الرائع أن تأتي إلى المسيح مش لازم يعني يمكن تكون لسه ما أدمنتش مخدرات يمكن تكون لسه ما أدمنتش كحوليات لسه ما كنت حياتك أو صحتك ما تدمرتش لكن الرب يسوع المسيح يناديك بيقول لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية تقدر تصلي ورايا هذه الصلاة صلي ورايا يا رب يسوع أنا بشكرك بدال ما أنا موت في الجحيم الأبدي مت على الصليب بدالي يا رب يسوع بدال ما أصرخ أنا أرسل ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني أنت على الصليب قلت أنا عطشان يا رب أنا شربت من مية العالم كتير بس ما ارتويتش الآن بجيلك تعال ارويني من الماء الحي اغفر خطاياي عايزك تسمعني عايزك تسمعني العبارة الخالدة مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك آمين إن كنت صليت ثق إن الرب اللي غير هاني بلدي واللي غير آخرين يغيرك
واظب على وصية النعمة الخمسة، اقرأ الكتاب، صلي، ارتبط بكنيسة محلية، اقطع الماضي واشهد للمسيح. تواصل معنا وابعت لنا عن طريق العنوان اللي موجود على الشاشات، وابعت لنا أخبارك علشان نفرح بيك. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.